بجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان في متابعتنا اليومية لحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار الأجواء الخريفية، يكون الطقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائلا للبرودة ليلا على كافة الأنحاء. المزيد من التفاصيل هتوضحها إلينا دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. تحياتي لحضرتك يا دكتور منار، وأهلا بك معنا. اهلا بك يا استاذ جرمين، واهلا بكل متابعي تلفزيون اليوم التالي. اهلا بحضرتك. يعني قبل الحديث عن اهم الظواهر الجويه التي هتشهدها البلاد خلال الفتره القادمه، خلينا نبدا بطقس اليوم وايضا غدا. احنا طبعا اليوم مستمرين في الاستقرار في الاحوال الجويه، زياده فترات سطوع اشعه الشمس بسبب تاثرنا بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ارتفاع طفيف في درجات الحراره على اغلب انحاء الجمهوريه العظمى. اليوم على القاهره الكبرى خلال فتره النهار هتسجل 27 درجة مئوية، يعني الأجواء أجواء مائلة للحرارة. فترة النهار على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد، وأيضا محافظات جنوب سيناء، وأيضا بعض المناطق من سواحلنا الشمالية، أجواء حارة على محافظات جنوب الصعيد، ده طبعا خلال فترات النهار ومع سطوع أشعة الشمس. لكن بدخول ساعات الليل وفور غياب أشعة الشمس هتبدأ درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر. أحيانا الفرق بين فترة النهار وفترة الليل بيوصل لعشرة واثناشر درجة مئوية، يمكن أحيانا كمان بيوصل لأربعتاشر درجة مئوية في بعض المناطق، ففي انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة فترات الليل، أجواء مائلة للبرودة على كافة أنحاء الجمهورية. بالإضافة كمان مع الاستقرار في الأحوال الجوية، الظاهرة الجوية المؤثرة معانا هي وجود الشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وبتؤدي لانخفاض ملحوظ في الرؤية الأفقية. دايما مع التكون السبورة المائية بيكون في الساعات المتأخرة من الليل بتستمر معنا حتى سطوع أشعة الشمس. مع سطوع أشعة الشمس السبورة المائية بتبدأ في التلاشي، وبتبدأ معها الرؤية الأفقية على أغلب الطرق بتتحسن. زي ما بنقول الأجواء دي هتكمل معنا كمان غدا الثلاثاء إن شاء الله، مع استمرار ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والأجواء المائلة للحرارة العظمى، هتنخفض بحوالي درجه وتكون 26 درجه مئويه على القاهره الكبرى. استمرار تكون السبوره المائيه، لكن هيكون في فرص لسقوط الامطار الخفيفه على بعض المناطق من سواحلنا الشماليه وبعض المناطق من جنوب محافظه البحر الاحمر، لكن كلها فرص امطار نسبه الحدوث لا تتجاوز ال 30% وغير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوم. عموما يا دكتور، يعني هذه الحاله من التقلبات الجويه مستمره معانا على مدار الفتره القادمه؟ يعني الاستقرار في الاحوال الجويه الاول هيستمر معانا يوم الثلاثاء، ويمكن كمان متوقع ان هو يكمل معانا اليوم الاربعاء، بس يوم الاربعاء هيكون في انخفاض طفيف في درجات الحراره، لكن من يوم الخميس هنبدا نلاحظ الانخفاض في درجات الحراره الملحوظ فترات النهار وفترات الليل. العظمى هتنخفض وتوصل على القاهره الكبرى ل 23 درجه مئويه فتره النهار، 15 درجه مئويه فترات الليل. فاول حاجه من يوم الخميس هنلاحظ انخفاض درجات الحراره، والانخفاض ده هيشمل اغلب انحاء الجمهوريه، هيكون بحوالي من درجتين لثلاث درجات عن القيم اللي احنا بنسجلها خلال هذه الايام. كمان فرص الامطار هتبقى بشكل واضح وكبير ان شاء الله من يوم الخميس، لان كميات الامطار هتبقى من يوم الخميس امطار خفيفه الى متوسطه على سواحلنا الشماليه شمال الوجه البحري، وتستمر ايضا على بعض المناطق من جنوب محافظه البحر الاحمر. طب وهتستمر الامطار كام يوم؟ يعني فرص الامطار والانخفاض في درجات الحراره هيكمل معانا اليوم السبت القادم ان شاء الله، يعني الخميس والجمعه والسبت استمرار انخفاض الحراره مع فرص الامطار، لكن ناكد ان فرص الامطار هتختلف طبعا من يوم ليوم باختلاف التوزيعات الضغطيه، لكن اكثر المناطق اللي هتتاثر بالامطار هي المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط. بالاضافه كمان هيكون في نشاط في رياح هيزود احساسنا بانخفاض درجات الحراره ده طبعا من يوم الخميس، وكمان هيكون في اضطراب في حركه الملاحه البحريه من يوم الخميس القادم على البحر المتوسط تحديدا، ارتفاع الامواج هيوصل ل 3 متر. ففي اختلاف في التوزيعات الضغطيه من يوم الخميس تماما عن التوزيعات الضغطيه اللي بتاثر علينا خلال هذه الايام. صحيح. دكتور منار غانم، عضو المركز الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه، تحياتي لحضرتك وشكرا على وجودك دائما معنا دون كلل ودون ملل. شكرا. قبل ما اختم مع حضراتكم خليني استعرض درجات الحراره المتوقعه اليوم. القاهره العظمى 25 درجه، عفوا العظمى 27 درجه، والعظمى الصغرى 18. اما الاسكندريه العظمى 25 درجه والصغرى 16، واسوان العظمى 33 درجه والصغرى 16 درجه.
إلى هنا تنتهي متابعتنا اليومية لحدث الطقس، شكرا لحضراتكم على المتابعة وإلى اللقاء.